جزاكم الله خيرا. الأخ أحمد يرجو منكم تفسير للآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض في سورة هود. نعم، قال الله جل وعلا أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني مخلدون فيها، لأن السماوات والأرض تدوم دائما في الآخرة. السماوات التي تبدل، السماوات والأرض تبدل بغيرها، المراد جنس السماوات لا عين السماوات. الكافر يخلد فيها أبدا ولا يخرج منها. وأما المسلم إذا دخلها بذنوبه التي استحق بها دخول النار فإنه لا يخلد فيها إلا ما شاء الله، لأنه خلوده مؤقت، خلاف الكافر فخلوده والعياذ بالله مؤبد. وهذا هو المراد، يعني في حق المسلم العاصي إلا ما شاء الله، يعني في حق المسلم العاصي. نعم.